السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. طبعا في الدرس الخامس والسادس شكل ما شفته جاب لي ازاي اكتب سيرة ذاتية لشخصية رياضية مشهورة، وفي الحلقة دي المفروض ان انا هعرف ازاي انا بكتب السيرة الذاتية، ومش بس كده، لا هنكتب عن شخصية كلنا بنحبها جدا وهو محمد صلاح لاعبنا المشهور. تابع معانا، بس قبل ما نبدا يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. تعالوا حبايبي هنا بقى بيقول لي ازاي اكتب بايوجرافي عن شخصيه رياضيه. مديني كده بعض النقط المهمه اللي من خلالها انا بكتب عن الشخصيه دي. ولا نمبر 1 انتروديوس ذا بيرسون جيفينج ذير نيمز. اول حاجه بدي اسمه. طب بكتب اسمهم ازاي؟ طبعا بقول اسم الشخص واقول ان هو لاعب رياضي مشهور او شخصيه رياضيه مشهوره، بشكل مثلا لما كتبت عن هدايا ملاك فقلت هدايا ملاك، بجيب الاسم هو حبايبي، بعدين is a famous sports person، يعني شخصيه رياضيه مشهوره. قال لك بعد كده لازم تقول هو اتولد فين، فمثلا اقول شي لو هي بنت وهي لو هو ولد was born on، واجيب تاريخ الميلاد. طيب بعد كده بقول هو بدأ امتى، بقول he began playing، وبعدين حبايبي اقول اللعبة بتاعتي، وقلت at the age of، قلت لك احفظ دي كويس جدا، at the age of يعني في سن، وبعدين ادي السن اللي هو بدأ فيه اللعبة. تعال نشوف نمبر 2 حبايبي، بيقول say why they are famous and give details about their sport. طبعا المفروض ان انا بقول بعد كده ليه هم مشهورين، الانجازات اللي عملوها يعني، وبعد كده بدي تفاصيل حبايبي، كلمة details عن تفاصيل عن الرياضة بتاعتهم. يعني مثلا اقول she or he was the first مثلا in Rio Olympics، يعني كان الاول في اولمبياد ريو. طيب she or he was او is حبايبي اي حاجه من الاثنين، successful because يعني هو ناجح لانه، طبعا اكيد he trains hard، he trains hard حبايبي يعني بيتدرب كويس او practices hard. طب بعدين اقول she or he won يعني كسب ايه، فاقول مثلا he won a gold medal a silver medal a bronze medal على حسب، خلاص، واقول ان واقول the Olympics يعني في الالعاب مثلا الاولمبيه. بعد كده حبايبي في رقم 3 بيقول لي give more details about their success and why they are interesting or important، يعني بيقول لي بعد كده المفروض ان انا بدي تفاصيل عن نجاحهم وكمان ليه هم مثيرين للاهتمام ومهمين، فببدا اقول he or she won واجيب الحاجه اللي هو كسبها، بكمل برضه اقول هي از اولسو ايه، بدي وصف ليه، هي از اولسو كايند مثلا هو طيب، هي هيلبس بيبل بيساعد الناس، مور اوفر اور از ويل، مور اوفر دي يا حبايبي يعني بالاضافه الى ذلك. طب از ويل برضه نفس الكلام، از ويل از بالاضافه الى ذلك، از ويل از ذس، ممكن ادي اوصاف كتير ليه، هي از هيلبفول، هي از هارد وركينج يعني هو مجتهد فين في عمله. وبعدين نمبر 4 بيقول لي say what you think could happen next for their career. المفروض بعد كده بتكلم بقى عن ايه اللي ممكن يحصل لهم في حياتهم المهنيه في المستقبل. يعني ممكن يحقق ايه؟ ممكن يطلع الاول في ايه؟ ممكن يكسب ميداليه ايه؟ ده اللي انا ممكن اقوله فين حبايبي في الجمل دي. فاقول I think he or she على حسب اللي انا بتكلم عنه will become the most مثلا famous sportsman او sports person in Egypt مثلا يعني في مصر. يبقى انا كتبت كده عن توقعاتي ليه في المستقبل. تعالى حبايبي يلا بيقول write about your favorite famous person، تعالى بقى عن الشخصيه المشهوره بتاعتك. طب انا ممكن اكتب عن هدايا ملاك؟ قال لي ايوه ممكن احفظ عن هدايا ملاك واكتب عنها. طيب انا بحب مين؟ مثلا تعالوا نشوف واحد شكل محمد صلاح، تعالوا نكتب الاسم يلا. يبقى اذا هقول مو صلاح is a famous footballer. ايه footballer دي يا مستر؟ قال لي footballer يعني لاعب كرة قدم. طيب عايز اقول هو اتولد في مصر، يبقى he was
born in Egypt. يعني اتولد في مصر. عايز اقول هو بيلعب لصالح فريق مشهور، يبقى he plays for a famous team. يعني هو بيلعب لصالح فريق مشهور. عايز اقول بيسجل اهداف كتير، يبقى he scores many goals. يعني بيسجل اهداف كتير. طيب تعال نشوف بقى مواصفات ليه. شكل ما قلنا بقى انا عايز اقول هو ناجح ليه، فهقول he is successful. successful يعني ناجح. because لان he practices hard يعني بيتدرب حبايبي بجد. ممكن اقول كمان ان هو سريع جدا، يبقى he is very fast يعني هو سريع جدا. طب انا عايز اقول بقى هو كسب جوائز كتير، يبقى he won many awards يعني هو كسب جوائز كتير. طب ممكن اقول مواصفات شخصية ليه؟ قال لي ايوه. هقول he is kind يعني هو طيب، عايز اقول بيساعد الناس، يبقى he helps many people يعني بيساعد ناس كتير. طب تعالوا يلا بقى نكتب الجملة الأخيرة شكل ما قلنا، وأقول يا ترى إيه اللي ممكن أحققه في المستقبل بخصوص المهنة بتاعته اللي هي كرة القدم. فأقول شكل ما قال لي كده I think يعني أنا أعتقد he، أوعى تقول شي، I think he will become يعني سوف يصبح the best يعني أفضل player أفضل لاعب in the world يعني في العالم. وده اللي احنا بنتمناه حبايبي لمحمد صلاح، ان هو فعلا ياخد جايزة أحسن لاعب في العالم. وبقى انا كتبت حبايبي كده عن شخصية مشهورة وكل الناس بتحبها وكلام بسيط وسهل جدا موجود عندي في الدرس، بشكل ما قلت لكم عادي جدا ان انا اكتب عن هدايا ملاك واحفظ المعلومات اللي مديها لي عنها، وممكن اكتب عن شريف عثمان نفس الكلام. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو عجبتك الحلقة شير لكل زمايلك بسرعة عشان الكل يستفيد. أتمنى إن أنتوا النهاردة تكونوا قدرتوا تعرفوا إزاي أنا بقدر أكتب سيرة ذاتية عن شخصية رياضية مشهورة، وبالذات لو قال لي اكتب ممكن بسهولة جدا شكل ما شفنا أكتب عن محمد صلاح لاعبنا المشهور اللي أنا أقدر أكتب عنه بكل سهولة. يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.